مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة بسي سيكسو. اليوم سوف نتناول موضوع المخدرات. كل بيت إلا وفيه مشاكل من المخدرات أحد من الأفراد يستعمل. الكثير من الشباب نتيجيوا عندك العيادة تيقول لك أنت تسولو تيقول لك الكل يستعمل، بمعنى على أن هذه الجملة هذه حقيقة تخيف، لأن الكثير من الشباب يستعملوا المخدرات. ثم على أن ما هو ملاحظ حاليا على أن تقول لك إذا كنت تستعمل فأنا طبيعي، وإذا ما كنتش ما تستعملش فأنا غير طبيعي. علاش هذه القضية هذه؟ على أن فعلا الشباب اللي يستعملوا الأكثرية تبقى ذاك الشاب اللي ما تستعملش كأنه خارج على نطاق يعني ذاك الجماعة، ولذلك الفرد دائما تتبع الجماعة. انقلبت الآية بمعنى على أن الذي يستعمل هو طبيعي والذي لا يستعمل هو غير طبيعي. فمن تنقلوا المخدرات، أشنية هذه المخدرات؟ أشنية الأنواع ديالها؟ أشنية أعراض ديال الإدمان؟ وما هي المخاطر ديال الإدمان؟ هذا هو الذي سوف نتناوله اليوم معكم باش نفسر لكم بعض النقاط المهمة فيما يخص موضوع المخدرات. فطبعا هناك بعض المخدرات التي هي شبه نقولوا مسموح بها، بحال نقولوا التدخين، بحال الخمر، هذه تباع ولذلك تسمى لي دروغ ليسيت. ويعني وهناك مخدرات ممنوعة ولكن تتبقى من الناحية العلمية هي كذلك مخدرات، يعني مثل الحشيش، القرقوبي، السيليسيون، الكالا، الكيف، الهيروين، الكوكايين، الاكستازي، القرقوبي، وبعض الأدوية الأقراص المنومة مثلا، والكثير من المخدرات. إذن هذه كلها حقيقة يعني من ناحية العلمية ليس هناك يعني مخدرات مباحة ومخدرات غير مباحة، ولكن هي كلها مخدرات. باب الدخول إلى المخدرات دائما يتأتى عن طريق التدخين، يعني ذاك الشاب سوف يبدأ يعني بالتدخين في مرحلة 13 سنة 14 15 16 سنة، لأن أصعب مرحلة هي مرحلة المراهقة. يعني عن طريق التدخين من بعد فيما بعد راه يبدأ يعني استعمال الحشيش، أو لا يعني فيما بعد استعمال الخمور، أو لا يعني المخدرات التي ذكرتها. فطبعا هذه القضية ديال النوبة الأولى تكون واحد لغوجي من طرف الأورغانيزم، ولو أن مثلا يعني فيما يخص التدخين تيكون الانسان مثلا العينين ديالو حمار، تيكون تيكحب مثلا، وهذا تيدل على ان الاورغانيزم ديالك الذات ديالك كتكره داك المخدرات وغير قابله داك المخدرات. ولكن فيما بعد الا كنت تتكمي اليوم وغدا ومن بعد هنا تيصلح واحد يعني تيصير ما يسمى على ان داك الذات ديالك تتعود على ذاك المخدرات، على ذاك التدخين مثلا، أو على الكحول، أو على الحشيش، أو على الكثير يعني من الأنواع وأشكال المخدرات، ولذلك تتعود عليه، ما يسمى له فينومين دابيتوس. وهنا الذات لما تتعود تتقبل تصير ذاك الشيء اللي هو ضار غير ضار. إذن هنا من تنقلوا الإدمان، شنو معنى هذا الإدمان؟ يعني الانسان دائما ذاك الشاب سوف يبدا في استعمال المخدرات، وحنا نتهضروا على المخدرات يعني ماشي هي الذكور. يعني اليوم حاليا اصبحت نشوفوا مثلا الاولاد والبنات الكبار الصغار الكل يستعمل، ولذلك استعمال هذه المخدرات سوف تعطينا واحد المشاكل ما يسمى الادمان. اشنو معنى هذا الادمان وما هي الاعراض الانسحابيه؟ فنتنقلوا الإدمان داك استعمال هناك بعض المواد اللي انت تستعملها تتخليك دائما ضروري على أنك تستعملها فيما بعد. يعني هذه المخدرات طبعا لاكوكايين ماشي هي الحشيش، الحشيش ماشي هو الشراب، ولكن على أي حال تنقلوا الإدمان بمعنى اليوم تبدأ تستعمل مثلا هيجارو واحد، فيما بعد تستعمل جوج، فيما بعد تستعمل ثلاثة. نفس الشكل فيما يخص مثلا الخمور، تقدر تشرب هي كاس اليوم اون بيير او لا جوج، فيما بعد ثلاثه، فيما بعد اربعه. يعني مع المده يعني الدات ديالك سوف تطلب يعني كميات كبيره. وليك عندنا بعض الناس مثلا تيستعمل النوبه الاولى بدا هيجوان واحد، يعني فيما بعد يستعمل جوج ثلاثه اربعه. يعني انا عندي بعض الحالات اللي تيستعملوا حتى 50 جوان بار جور واكثر. إذن هذا شنو تيعني؟ بمعنى على أنك إذا ما استعملتيش ذاك يعني ذاك المادة اللي أنت مدمن عليها دائما تستعملها اللي ما يسمى لاديكسيون، هنا فيما بعد راه يظهروا لك
واحد الاعراض تسمى الاعراض الانسحابيه او لو سيندروم دو مونك او لو سيندروم دو سوبراج. يعني هاد الاعراض الانسحابيه او بالمفهوم الدارجي تنقولوا مقطوع. اشنو معناتها؟ كثير من الناس مثلا تيكونوا مقطوعين ما تعرفوش حتى شنو طرا لهم. يعني تيكون الانسان مقلق معصب، المورال ديالك ماشي، المزاج ديالك ماشي مزيان، تتغوت، ممكن تضرب، ممكن تكسر، ممكن ما تنعش مزيان، وخصوصا ما تتبقاش تركز. يعني الطاقات العقليه، ما يسمى الطاقات العقليه او لي كاباسيتي كوغنيتيف، بمعنى ما تقدرش تستعمل داك الطاقات العقليه ديالك. تقدر قاعد دير قصيده الله يستر، تقدر تضرب، تقدر يعني تقوم بكثير من التصرفات، ما تنعش مثلا، والمورال كما اشرت ماشي المزاج ديالك مزيان، مقلق معصب منيرفي يعني مشدود. ولذلك هنايا يعني انت تستعمل داك الماده فيما بعد يقول لك اه الله ارتحت. لان هنايا تتحس فيما بعد انت تستعمل داك الماده ديالك بواحد الارتخاء، بواحد لا ريلاكساسيون، وهذا تيدل اذا على انك مدمن. الادمان تيعطينا يعني داك الذات ديالك تتعود على داك المواد، وإلا ما استعملتيش داك المواد تتكون في حالة أخرى وتيخلقوا لك هاد الأعراض. وهذا هو اللي تيخلي كثير من الناس مثلا ما راه يقراش، ما راه يركش مثلا، علما على أن المخدرات هي أول سبب يعني في الرسوب الدراسي. وهذا هو اللي تيخلي كثير من الناس يعني راه يشفروا، راه يسرقوا. علاش؟ لأن حسو ضروري يستعمل، يا أولا يسرق مثلا من الدار ديالو، ولا يبيع الحوايج ديالو، لأنه حسو لابد يستعمل كوت كوكوت بأي وجه من الأوجه حسو يستعمل. ولذلك نقوله السبب الأول ديال السرقة وهو الإدمان. وإلا خدينا يعني السجون، 90% من الناس اللي مسجونين مسجونين علاش؟ على السرقة والاعتداءات، لأن ذاك السيد اللي مدمن حسو ضروري يستعمل. طبعا أنت كنت يستعمل الحشيش أو للكيف، ماشي بحال متي كنت تستعمل الكوكايين. تتعرف أن غرام الكوكايين مثلا تقريبا 500 درهم يعني، أو الهيروين كذلك. فيعني هذا تيخلي كثير من الناس يقوموا بأي شكل من التصرفات. ثم هناك حتى بعض الأشكال ديال البروستيتيوشن، ديال الدعارة، داك البنت اللي تتكون مدمنة ممكن على أنها فيما بعد على أنها تقوم بذاك الدعارة سواء ذكر أو أنثى. علاش؟ لأنه هو محتاج ذاك المادة. دائما التصرفات ديالك والحياة ديالك تدور حول يعني ذاك المادة. يعني هنا تغير التصرفات ديالك، فما كانت المخدرات راه تمشي معاها. إذا كان شي صواري مثلا في المخدرات راه تمشي، إذا كانوا شي أصدقاء تيستعملوا راه تمشي كذلك. هنا تنشوفوا من الأسباب علاش المخدرات انتشرت عندنا في المغرب بزاف، لأن حقيقة هناك أسباب كثيرة مجمتها على أن هناك مشاكل مثلا نقولوا في السكن، وثم على أن الكثير من الشباب ديالنا تيعيشوا في الشارع. لذلك المراهقين والشباب دائما تتأثروا بالشارع، وهذا اللي تيخلي طبعا هناك أسباب من مثلا لافوبي سوسيال، التخوف الاجتماعي، الاكتئاب، المشاكل النفسية، القلق، ثم على أن الظاهرة الاجتماعية على أن الكل يستعمل، ولذلك صعيب على أنك تخرج يعني من المخدرات. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بخمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فجعل الجماعة هي أول شيء. ولذلك كثير من الشباب مثلا تيستعملوا، علاش؟ لأنهم داخلين يعني مع ذاك الجماعة وذاك الأصدقاء اللي تيستعملوا. إذا هنايا فسرت لكم على أن يعني هذه المخدرات وتتعطينا الأشكال ديالها، وخصوصا يعني ما يسمى الأعراض الانسحابية، لو سيندروم دو مونك. أحيانا هو أنت براسك ما تتعرفش أشنو طرا لك، ما تقدرش تقرا، ما تقدرش تركز، هو فقط ما يسمى لو سيندروم دو مونك، الاعراض الانسحابيه. مثلا شتي شي واحد مقلق معصب منيرفي، ما تيقراش مزيان، عينيه مثلا يعني تيدمعوا، او كاين الزرق مثلا في العينين ديالو، او المناخر ديالو دائما تيشم، او يعني دائما تلبس تيدير العطر مثلا باش يماسكي يعني ذاك الريحه هذه. فيعني او التصرفات ديال الابن ديالك تغير، ضروري تشوف تسائل هل الابن ديالك يعني او البنت ديالك تتعاطى المخدرات. ده المخدرات هي منتشره تتعطينا يقولوا هذه القضيه ديال الادمان. وفي لقاء، في حلقه اخرى مع سي سيكسو، وشكرا.